الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال رحمه الله: فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها. منها، أي من هذه الأحوال التي تعرض فيقطع الذكر، منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله، أو معروفا أرشد إليه، أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله. هذه الصور قد يحتاج الإنسان إلى أن ينشغل بها فتقدم ثم يعود مرة أخرى إلى الذكر، لكن فيها فقها. إذا سلم عليه رد السلام، لأنه لا يسعى إلى أن يرد السلام لأنه وحده، فإذا كان في جماعة وسلم مسلم فله أن يرد إن شاء، وله أن يستغني برد غيره وينشغل هو بالذكر والقراءة، هذا ليس فيه حرج. وهل ينبغي لمن دخل على ذاكر أن يسلم عليه فيشغله؟ هذا يختلف فيه تفصيل. إن كان في بيته ومكانه الخاص فإنه ليس له إلا هذا، كيف تقتحم عليه بيته وتجلس دون أن تسلم؟ لكن كان في مكان عام كما لو كان في مسجد، فالمسجد مكان عام، فلا ينبغي أن تقطع ذكره، وإنما انشغل بما أنت فيه، صلي تحية المسجد واجلس للذكر ولا تشغله، واجعله في ذكره. فالظروف تختلف والأحوال تختلف، وفقه الداخل لابد أن يكون يعني ظاهرا حتى لا تشوش عليه، وإلا بعض الناس ليس عنده أدنى فقه في هذه المسائل، حتى أنه ربما يجد الرجل يدعو ربه سبحانه وتعالى ويرفع يديه، وربما كان منشغلا بالدعاء ومقبلا على ربه، وربما لحظه قد رق قلبه وهو يدعو فيقرب منه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وربما مد له يده يصافحه وصاحبنا رفع يديه. هذا لو جاز أن ينزل بيده لا على يده لا فعل، لكنه يعني لا ينبغي. لكن مثل هذا ثقيل، جد ثقيل، ما أثقل هؤلاء. قل أنا بسلم عليك، هذا ليس وقت سلام، أنت تراني في حال منشغل مع ربي سبحانه وتعالى. ولهذا أمثال هؤلاء يعني يجب أن يلزموا الفقه، دعه في عبادته، دعه في دعائه، دعه في ذكره، وبعد أن ينتهي سلم عليه وصافحه وكلمه أو اسأله إن كنت تريد أن تسأله. كذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وإذا سمع الخطيب يعني بعد أن كان لا يسمعه أو كان جالسا يذكر قبل صعود الخطيب ثم صعد الخطيب المنبر فإنه يتوقف عن الذكر، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، لكن هو إذا أقام سيصلي معه على كل حال إلا أن يكون يقيم لجماعة أخرى ليس هو فيها، كما لو كان يسمع إقامة بعيدة وهو قد انتهى من صلاته، أو إقامة لبعض المسافرين في غير الوقت تأخروا عن الوقت وكان هو قد صلى مع الجماعة، يتصور هذا كله. وكذا إذا رأى منكرا أزاله، يعني رأى رجلا مثلا في المسجد يعلق صورة وهو يقرأ توقف عن القراءة وقال له لا تدخل الصور
لا في المسجد ولا في غير المسجد، هذا لا يجوز. أو معروفا أرشد إليه، كما لو رأى رجلا واحتاج أن يدله على شيء، رجل جالس في المسجد غافل لا يفعل شيئا وصاحبنا يقرأ، ورأى رجلا أو رجلين يتحدثان في أمور الدنيا وأطال الحديث وعلم أنه لو أرشدهما استرشده، ولو أمرهما بالمعروف لا تمر، لما بينهما من ود أو لما له من وجاهة على مقتضى الحكمة، فقال لهما بارك الله فيكما لو قرأتما لو ذكرتما، أو أخذ مصحفين وأعطاهما إياهما، هذا كله لا بأس، ينشغل الأمر بالمعروف. أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، مسترشد رجل دخل المسجد وقال أقيمت الصلاة، أذن الأذان، هو لا يدري، يجيبه يقول له الصلاة لم تقم، يقول الأذان باقي عليه بعض الوقت. وفي كل هذه الأحوال هل يعود فيستعيذ أم يواصل القراءة؟ هذا يختلف، إذا انشغل بما انشغل به من هذه الصور فقطع قراءته وطال الفصل، فإنه إذا رجع يعاود الاستعاذة مرة أخرى، أما إذا لم يطل الفصل فإنه يواصل. فلو قيل له السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ويقرأ. ولو أنه عاد فالأمر واسع على كل حال. قال وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه يعني يرجع، وأنت أحيانا تجلس فتقرأ فيغلبك النعاس ثم تنتبه فتقرأ ثم تنعس ثم تقرأ ثم تنعس ثم تقرأ. لو أنك فقيه لقمت وغيرت المكان أو ذهبت فتوضأت أو نحو ذلك، لكن أحيانا تكون غلبة النعاس على النحو الذي لا يبقى معه فقه، فإذا يعني كلما انتبهت عاودت القراءة الأمر واسع على كل حال. فصل. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له. الأذكار المشروعة في الصلاة الواجبة كالفرائض أو المستحبة كالنوافل لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه، يعني لا يصح القراءة بالقلب في الصلاة فريضة أو نافلة، لابد أن تحرك لسانك، ولا يلزم أن تسمع من بجوارك، بعض الناس يسمع هذا فإذا به يشوش على من خلفه، يدخل في الصلاة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويكون في آخر الفاتحة، واحد ثاني بجانبه في أولها والثالث بعده، فيشوش بعضهم على بعض. وإنما تسمع نفسك، إذا حركت لسانك أسمعت نفسك ولابد دون أن تؤذي جارك. قال إذا كان صحيح السمع لا عارض له، وإلا بعض الناس عنده عارض سمعه ليس بذاك السمع، ضعيف السمع، فهو مهما فعل لا يسمع نفسه حتى لو صرخ، فهذا ليس المقصود أن يسمع نفسه بأن يرفع صوته، وإنما أن يحرك لسانه، وقد اتقى الله ما استطاع. لكن ينبغي أن يقصر هذا الكلام على الصلاة، أما ما ليس أو ما لم يكن في صلاة، المصنف قال في الصلاة وغيرها، أما غير الصلاة فيستحب أن يسمع نفسه لكن لا يجب، لأنه تقدم في أول المباحث التي ذكرها المصنف أن الذكر على أقسام ثلاث: اجتماع القلب واللسان، وهذا أفضلها وأحسنها وأعلاها. ثانيا أن يذكر بالقلب وحده دون اللسان، هذه المرتبة الثانية. ثالثا أن يذكر باللسان وحده دون القلب، وهذه المرتبة الثالثة. وهذا المقصود هنا، المرتبة الثانية الأذكار إذا لم يتلفظ بها فإنه يذكر بقلب، هذا يجوز، كما تجلس في غير الصلاة وتمر على قلبك بعض الأذكار كالتسبيح والتحميد والتهليل، لا شك أن الأفضل أن تجمع القلب واللسان، لكن لو لم تفعل هذا يجوز. فالمقصود أنه لا يجوز ولا يشرع ولا يجزئ في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. أما غير الصلاة فإنه يقل الأجر بهذا في
فيما لو جمع القلب واللسان، لكن ينفعه ذلك ويثاب عليه. فصل: اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة، يعني غالية من النفاسة، رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرقوها من طرق كثيرة، يعني طرق الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه، وساق إسناده لأنه سينقل فيه أو منه بعد هذا. وانظر إلى جد النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم يطلبون هذه الكتب بالأسانيد، فيروي إسناده إلى صاحب الكتاب. قال: سمعت جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه، وإنما ينبغي أن تكون رضي الله عنه للصحابة، وما سواهم نقول رحمه الله، هذا الأولى، لكن ربما ترخص في هذا بعض أهل العلم. قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن، ينظر أبو اليمن كما ضبطت أو أبو اليمن، ابن زيد بن الحسن الكندي سنة 260. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخيط محمد ابن سهل الأنصاري. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن سعد بن أحمد بن الحسن الدوني. قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الدينوري. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم، وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكوني أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، يعني متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الشاذ النادر، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان لمسلم والبخاري وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرها من الكتب، ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. وكل هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفها والله أعلم. كل هذا تجهيز يجهز لك حتى يدخل في أبواب الأذكار، وينبغي ألا تضجر وتمل وتكره قراءة الأسانيد، بل هذا ما يتقرب به إلى الله، فأنت تذكر أعلام الأمة وأئمة الإسلام وعلماء الملة الذين حفظوا لنا الدين، فينبغي أن تستملح هذا وأن تعود نفسك عليه، وذكر هؤلاء يعني من أشرف مقامات طالب العلم، ولعلك بالاشتغال بالعلم تحفظ أسماء العلماء وألقابهم وكناهم وبلادهم وأحوالهم، وهذا فيه من البركة ما لا يعلمه إلا من صبر ومارس، لكنه سيختصر على كل حال فيما سيأتي من أبواب يختصر الأسانيد. فصل: اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي مسلم والبخاري أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته،
يعني إذا نقل عن مسلم عن البخاري أو عن مسلم فإنه يكتفي بإضافته، لأن الغرض صح، وذلك أن العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول. قال: فإن جميع ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وغيرها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. يعني ما ليس في الصحيحين فهذه كتب مظنة الصحيح، لكن لا يلزم أن تكون صحيحة، يعني أن يكون كل ما فيها صحيح، ولهذا احتاج إلى أن يعلق على ما ذكر فيقول: رواه الترمذي بإسناد صحيح، رواه النسائي بإسناد فيه ضعف، رواه أبو داود بإسناد حسن، وهكذا يفعل في الغالب. ومن إنصافه قال: وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعف، يشير إلى أنه قد يغفل، بمعنى أنه قد يخطئ في الحكم، أو بمعنى أنه قد ينسى هذا في التصنيف، أو لا ينشط كأن لا يكون عنده حكم جازم في المسألة، فيكتفي بالإحالة على مرجع من هذه الدواوين وهذه الأصول المشار إليها. قال: واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منهم، وقد روينا عنه، يعني عن أبي داود، هذا في رسالته التي كتبها، الرسالة المعروفة التي ذكر فيها شرطه في كتاب. وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، هذا كلام أبي داود، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، لكنه لم يقل صالح للاعتبار أم أنه صالح للحجية. قال: وبعضها أصح من بعض، هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، يعني أنت وأنت تقرأ، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ فإذا تقرر هذا، فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه، والله أعلم. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن غاية ما فيه كما ذكر أنه إذا سكت عليه أبو داود فإنه يكون صحيحا عنده، ولا يلزم أن يكون صحيحا في نفس الحال، لأنه قد يكون فيه علة لم يفطن إليها أبو داود رحمه الله تعالى. ونحن نحتاج إلى مراجعة أسانيد أبي داود كغيره، ما لا نفعل مع روايات الصحيحين كما تقدم. قال: وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا، أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعده، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبواب، يعني يقدم أولا فصلا في فضل الذكر مطلقا، ثم يذكر مقصود الكتاب في أبوابه، يعني يتتبع أبواب الذكر بترتيب ونسق اختاره. قال: وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار، تفاؤلا بأن يختم الله لنا به، يعني بالمغفرة، والله الموفق وبه الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والاستناد. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.